المتابعين والمتابعات، في عام 1944 اجتمع مندوبون من 54 دولة في مدينة شيكاغو لإعداد وتوقيع اتفاقية الطيران المدني الدولي، والتي تعرف عموما باسم اتفاقية شيكاغو. وهي الاتفاقية الدولية المتميزة التي سمحت منذ ذلك الوقت للشبكة العالمية للطيران المدني بأن تتطور في ظل السلام وبشكل يعود بالنفع على جميع الشعوب والأمم في العالم. ومنذ ذلك الحين أصبح هذا اليوم مناسبة للاحتفال باليوم السنوي للطيران المدني. عن مهنة الطيار المدني يسعدنا أن نستضيف اليوم عبر الفيديو الكابتن نمير القيسي، عضو هيئة المستشارين الجويين البريطانيين. تحياتي لك كابتن. اهلا وسهلا، حياكم الله. الله سعيد جدا بالتواجد معكم. الله يعطيكم العافيه ويبارك فيكم. كابتن نمير، يعني ربما الجاليات العربيه بعد هجره من اوطاننا واستقرار في بلدان اللجوء، ربما بالذات هنا نتحدث في تركيا، يتحدثون انه الشخص الذي يريد ان يكمل مسيرته الاكاديميه ليصبح كابتن طيار مثل حضرتك مثلا، ما هو الفرع الأكاديمي الجامعي الذي لابد أن يتخصص به حتى يحقق هذا الهدف؟ أفهم منك بداية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقدم مرتلخ شكري مرة أخرى لاستضافتي في هذه المقابلة التلفزيونية عبر الفيديو. حقيقة للشروط القبول لأنه الشخص أنه يبدي مشواره كطيار مدني هو أن لا يقل عن 17 سنة من العمر، وأن يكون حاصل على شهادة الإعدادية، الفرع العلمي أو الفرع التقني، يعني مثلا يكون خريج إعدادية كهرباء أو صناعة أو إلى آخره، ما يحتاج أنه يكون خريج جامعة. بالوقت الحاضر بدأت صناعة الطيران تنتبه إلى هذه المشكلة بأنه الطيار المدني هو لا يحمل شهادة بكالوريوس، لذلك بدأت الكثير من الدول بعد انتبهت إلى هذه المشكلة أنه تعطي كورسات في الطيران المدني، بحيث أنه الطيار المدني يخلص يدرس في هذه الجامعة أو هذه المؤسسة لمدة 4 سنوات ويتخرج عندها حاصل على بكالوريوس في النقل الجوي، بالإضافة إلى رخصة الطيار المدني. فغطوا إلى المعضلة اللي كان يعاني منها أغلب الطيارين، في اللي تساعده حقيقة منشأة البكالوريوس إنه يقدر يتطور فيما بعد في الحصول على الماجستير، على الدكتوراه. جميل جميل جدا. مناصب إدارية خارج الطيران المدني. وتركيا حقيقة بما أنتم في تركيا هي من الدول الرائدة بهذا المجال، اللي عندها إنه تعطي هذا الكورس إنه 4 سنوات تتخرج بكالوريوس في النقل الجوي مع شهادة الاي تي بي الفروزن. جميل جميل. طيب كابتن نمير، يعني ربما يتبادر إلى الذهن مواصفات الشخص، يعني هل هناك شخص يصلح أن يكون طيار وشخص آخر لا يصلح أن يكون طيار؟ هل الشغف يكفي فقط؟ طبعا مهنة الطيران هي عشق، لذلك يقولون flying is passion، يعني نعم. الطيران هو عشق، فأنت ما تقدر تحرم شخص من أن يقع في العشق في مع مهنة ما، لكنه للأسف هذا العشق له شروط، لأن أنت لا تستطيع أن تعشق شخص أنت غير قادر على عشقه يعني. نعم. جميل. بالنسبة إلى عشق الطيران، من الجهات من المواصفات المطلوبة أولا الجانب الصحي، لأنه سبحان الله خلق الرجال كلهم سواسية، لكنه خلق قليل من عندهم أنه يصلحون أن يكون طيارين. فالجانب الصحي هذا مهم جدا، بالإضافة إلى كيف يعني الجانب الصحي كابتن؟ اللي هذا ممكن كابتن شو يعني الجانب الصحي؟ ما يكون عنده مرض وراثي مثلا؟ في شغلات حتى لو كان في مرض وراثي هي ما تبين بالعمر الصغير، يعني هو من يكون يبدا بالطيران مثل ما قلت لك انه يكون صحيح. يجب ان يكون 17 سنه فما فوق، فهو لل 20 25 ما تبين عليه الامراض الوراثيه، تبين فيما بعد يعني. طيب. لذلك انه الاشياء المهمه بالفحص الطبي للقبول كطيار هو النظر والجهاز التنفسي العلوي.
اي هسه انت تشوفني ايوه انا لابس نظارات طبيه، لكن انا بلغت من العمر عتيه يعني، لا والله فاصبحت شيخ الشباب النظارات يعني كابتن ما مو شاء الله مشكله عليك، يعني، fit ما with the شاء الله glasses. ما شاء الله عليك. تسلم لي حبيبي. تسلم لي. كطيار بالبدايه يجب ان يكون يعني، وطبعا هي ايضا لها سياقات، الطيار المدني يختلف عن الطيار العسكري، فالطيار العسكري نو واي انه ينقبل مع glasses. No way. اصلا بس نعم الطيار المدني فيه سماحيه، مثلا من زائد 5 أو 6 درجه البصر الى ناقص 3 حسب معلوماتي يعني، الدرجه اللي كانت الناقص يعني الاستكماتيزم، بس السايت البعيد المدى نعم لحد زائد 6 ممكن يلبس نظارات يعني، لو كان طالب طيران في بدايه مراحل نعم يعني، لان الطيران المدني ما ياثر عليه، ممكن ياخذ معاه للكوكبيت مجموعه من النظارات ويبدل النظارات متى ما يحتاج يعني. طيب والجهاز التنفس العلوي انه الانحراف في الجانب، الانحراف بالحاجز الانفي ما في يكون عنده حساسيه، ما في يكون عنده يعني ربو، ما في يكون عنده هذه المسائل يعني في بدايه مشوار طيرانه. هاي بالنسبه للشغلات اللي تظهر للعيان يعني في بدايه التقديم الى هذا في الجانب مشوار الصحي، الطيران للشباب يعني. هذا في الجانب نعم الصحي كشروط. طب هل هناك الجانب جوانب أخرى؟ العلمي طبعا طبعا انا راح افاجئك في نهايه تفضل. هاي المعلومات اللي راح اعطيك اياها بجانب اهم من هاي الاشياء كلها، مثل ما قلنا الجانب الصحي هذا يعني يغطي الفحص الطبي، دقات القلب، نبضات القلب الى اخره، هذا يغطي الجانب الفحص الطبي يعني. الجانب الاخر هو القابليات العقليه، القابليات العقليه والنفسيه، بعض الشركات مثل الالمان وصلوا الى اختبار الدي ال ار اللي هي دويتش لوخت فارت ريجوليشنز، اللي هو يبحث في سلوكيات الطيار وهل يصلح نفسيا الى ان يكون طيار. فذاك بالمقابل الطيارين في بعض الشركات مع تشات يقعدون يسولفون يحكون وياه فيشوفوه هل يصلح انه يكون يعني يعمل في بيئه ملتي كلتشر، ممكن تروح تشتغل في شركه بها نعم. من كل دول العالم طيارين، فهل انه انت تصلح، هل انت متطرف، هل انت يعني صاحب فكر متحجر، هل انت منفتح، هل انت ماشي، هاي يحددها السايكولوجيه ايضا موجوده في الفحص في بعض الشركات وخصوصا الشركات العالميه. اما الشركات الفلاج كاريرز اللي نسميها الناقل الوطني مثلا نعم. البلد المحدد، لا طبعا تكون الى ابن البلد تكون عنده افضليه ويكون اقل حساسيه تجاه هذه نعم. الاشياء لانه يعمل في بيئه مشابهة إلى بيئته. أما النقطة المهمة تفضل. اللي قلت لك راح أفاجئك بها في نهاية هاي الأشياء اللي هي الأخلاق. الأخلاق علم وصحة، نعم علم وصحة للطيار. طيب. بدون أخلاق زيرو. شو ما بعد الأخلاقي، ما البعد الأخلاقي الذي يجب أن يتوافر لدى الطيار حتى يتم قبوله كابتن؟ طبعا هاي مشكله ما تقدر انت تعلمها او تربيها، او اكو كورس صحيح. تاخذه بالاخلاق انه هي مثل ما قلنا يا اما تنبت كالنبات او تاخذها من بيتك صحيح، لكنه هاي تنفعك بالتعامل، تنفعك بالتعامل مع زملائك الطيارين اللي اقل منك بالسينيوريتي او الاعلى منك بالسينيوريتي. هاي المساله مهمه جدا بالتعامل بالطيران في احتكاك مباشر مع زملائك. انت ممكن تقعد في حيز صغير عباره عن مترين بمترين او متر ونص بمتر ونص او متر بمتر حسب الكوكبت يعني، وممكن تقضي ساعات طويله مع شخص بجانبك، فانت احيانا اخلاقك تجبرك انه او اخلاقك تسمح لك انه تكون شخص مرغوب في هذه الشركه ام لا يعني. فلذلك انا قلت هذا هو يعني على ماذا يبحثون دكتور؟ نعم. يعني ما العلاقه بين انك انت قاعد بمترين بمترين او متر ونص بمتر ونص والتعامل مع زملائك اعلى رتبه اقل رتبه؟ يعني ماذا يبحثون عن ماذا؟ نعم الباد تمبر مثلا، هل انت يعني بالسيف، انه انت بالسيف، هل انت ارجنت، هل انت ماتشو، هل انت يعني موجوده نسميها اللي هي طبعا تطلع نوعا ما عن موضوع الاخلاق الاثكس، لكنه يسموها المخاطر الخمسه الفايف هازاردز اللي هي موجوده في شخصيه الطيار اللي هي لها ربط بقلنا بالجانب السايكولوجي اللي ذكرته قبل شويه. نعم طيب يعني كابتن نعم. من هذا المنطلق نعم. هل صحيح ما يرد بانه
نتيجة هذه الضغوط التي تمارس على الطيار، نتيجة أو طبيعة المهنة دعني أقول، مترين بمترين، ولا بد أن يكون هناك قالب أخلاقي يلتزم به، يحال دائما الطيار إلى التقاعد مبكرا نتيجة أنه لن يستطيع أن يتحمل أكثر؟ هل هذه المعلومة صحيحة؟ حقيقة تتكلم أنت هنا، أنا يجب أن الراعي، تتكلم عن طيار مدني أم عسكري؟ بما أننا نتكلم عن ذكرى سنوية لمعاهدة شيكاغو، إذا طيار مدني. نعم. الطيار المدني يعمل حسب قوانين التقاعد في دولته، ممكن يوصل إلى 65 سنة وهو عادي. مستمر بالطيران. نعم عادي جدا، وطيار أكتف يعني ينفذ طلعات وسفر وإلى آخره. أما في ما بعد ذلك ممكن يستفاد من الطيار المدني إلى حد 70 سنة في بعض الدول، يعني في مجال التدريب السيميليتر اللي هي ما في خطورة، اللي هو على الأرض. جميل. تدريب جميل جدا. دورات أرضية إلى آخره. نعم جميل. أي نوعين اللي يتحدد بقاء الطيار في الكوكبيت، الصحة والعمر، يعني العمر دكتور القانوني للتقاعد. البركة ما شاء الله، كم عمرك؟ مو دكتور كابتن، كم عمرك ما شاء الله؟ أنا عمري شقد تطيني والله، يعني حاسة هيك أول خمسينات هيك وجهة نظري أنا. لا أنا يعني 56 سنة. 56 سنة ما شاء الله، يعني ربما الآن الشباب عم يقولوا، اللي عم يسمعونا ويشاهدونا، ما شاء الله كل اللي بيكونوا كابتن طيار بيكونوا الله يحفظك بهالرشاقة وبهال القوة البدنية وبهذه الأناقة مثلا، هيك لازم يكون الطيار دائما؟ تعتمد. أنا الباك جراوند ماتي أنا طيار عسكري، فالرشاقة والأناقة والضبط والربط أنا يعني رضعناها رضاعة من المدربين الأقدم من عندنا. الطيران المدني نوعا ما يكون أسهل في هذا الجانب، فلذلك هذه المشكلة موجودة بالأكاديميات ويعاني منها في الشركات. في الأكاديميات تكون أقل صرامة مع الطالب، يعني ما تتابع صحيا، ما تتابع القيافة، ما تتابع الضبط، ممكن يعطوه دريس كود، وهو بقى الالتزام بالدريس كود يعتمد. أيوة. على حسب الـ الطالب. نعم. الطيار. أما الشركات فالصرامة تكون في الشركات، لذلك أنت تلاحظ لما يعني إذا كانت عندك فرصة بالسفر لما تباوع على الكروز مال الطواقم الشركات، ممكن تعجب بلبس طاقم شركة محددة ويكون عندك فكرة هذا. صحيح. على انطباع جيد كيف الطيارين. نعم. ممكن تلاحظ شركات يكون انطباع سيء أنه مثلاً يتابع الموضة، مثلا نوع الملابس، تصفيفة الشعر. صحيح. اللحية. صحيح. الشوارب اللي هي خارج الريجوليشنز حقيقة. ويجب أن يكون يعني ديسنت الطيار، وإنما وليس يعني to make show يعني. صحيح. وحقيقة هي حتى ملابس الطيران، قيافة الطيارين هي يجب أن تكون مريحة أكثر مما تكون فاشنبل. صحيح. لذلك تكون يعني مثلا يراعي بها هذا الجانب، الراحة، الهندام، كيف يكون منظر وشكل الطيار، لأن الموضة تتغير لكن سمعة الشركة تنبني وليس. نعم. المودة. طيب. اللي هي تأثر على سمعة كابتن. الشركة. نعم. كابتن يعني ربما يطرح. نعم. هذا سؤال، كيف تؤثر المهنة على حياة الطيار؟ يعني نحن نرى مثلا بأنه سبحان الله كل مهنة يتصف بها الشخص أو يعمل بها الشخص يكون لها بعض الأبعاد وبعض نمط حياته يتطبع بطابع المهنة. مهنة الطيار إذا أردت أن أسأل، يعني كيف تؤثر على نمط حياة الكابتن، علاقاته الاجتماعية، علاقته مع أسرته، طريقة تفكيره، ربما هل شيء ما يميز الرابط ما بين المهنة ومن يكون بهذه المهنة مثل الكابتن؟ يعني ملاحظة جيدة وكلام مضبوط، يعني المهنة تترك انطباع على شخصية يعني تؤثر وتتأثر بشخصية. نعم. صاحب المهنة. ومهنة الطيران هي ليس يعني
يعني ليس استثناء عن هذه القاعدة. نعم. يعني مهنة الطيران تتطلب الجرأة، تتطلب السرعة في اتخاذ القرار، الجرأة في اتخاذ القرار، تتطلب الدقة، تتطلب الالتزام، تتطلب كثير من الشغلات اللي هي البنى الفوقية للإنسان، يعني البنى التحتية للإنسان اللي هي الالتزام. نعم. الكلمة، الوعد، الموعد، المعرفين. فكمهنة لما أنت تكون ملتزم يوميا بالموعد، يجب أن تحضر بفلان ساعة، يجب أن يكون everything in order، الكرو ماتك يجب أن يكون fit، فعندك checklist أنت لازم تتابعه يعني تشوفه، فهي تنطبق عليك العملية، تصبح أنه أنت بنفس الانضباط في حياتك العامة مثلا، أو في أسلوب محاكاتك إلى الحياة العامة، طريقة قيادة السيارة، طريقة اللبس، طريقة اللي يكون جزء من حياتك. فأنت لما تكون حياتك أنت مثلا يعني 8 ساعات باليوم أنت لديوتي مالتك كطيار اللي هو المسموح به، ومثلا وبعدين ترجع للبيت أنت الباقي حياة عادية، فمن تطلع خارج يعني الديوتي مالتك من تمارس حياتك الطبيعية يكون تكون ما زلت تحت تأثير انه انت يعني طيار او كابتن طيار. بالاضافه الى هي هاي مهنه بها جلامر، الجلامر اللي هو يعني جلامر ما اعرف شو هو يعني الابهه الفخامه. نعم. الرونق الى اخره. فانت اكيد يعني في حياتك الطبيعيه يعني تحاول تثبت بأنه رونق هذه المهنة، تبين الجلامر مال هذه المهنة. جميل. يعني جميل. يصبح 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 يعني جزء من حياتك. طيب إذا أردنا أن نتحدث فيما تبقى من دقائق كابتن نمير عن الطيران المدني العربي، الطيران المدني. نعم. العربي، كيف يعني كيف ممكن أن نصفه حالة التقدم الموجودة في النماذج الكباتن العرب اللي مثلا ضمن الطيران المدني؟ هل هو متقدم أم ما زال يعني مثله مثل نمط الدول العربية في حالة اعتماد على الآخر؟ في عندنا مبدأ أثناء دراستي للطيران، دراسة الإدارة وليس دراسة الطيران كمهنة، وإنما إدارة الطيران. يعني أنا ماجستير وحاليا أقدم على الدكتوراه في النقل الجوي. من ضمن مبادئ النقل الجوي والطيران في مبدأ مهم جدا اللي هو اسمه الطيران والسياسة وجهان لعملة واحدة. أوف. ما معنى هذا؟ إنه كل ما تكون السياسة مستقرة في البلد كل ما تزدهر صناعة الطيران، ومن يزدهر الشيء طبعا يبدي الإبداع في هذا. نعم. الجانب. من ضمن هاي الأشياء اللي أجلب المثل لك، أجلب انتباهك إلى هذا بمثل، التوب فايف، التوب فايف الشركات بالعالم، أو اللي نقول الشركات في العالم، 3 من عندها بالميدل إيست بالدول العربية. تمام. ما في داعي نجيب أسماءها، وهي تمام. معروفة بس حتى لا يعتبر دعاية وإعلان. نعم. هذه الشركات نسبة كبيرة من طياريها هم عرب. عرب. فكل ما يكون استقرار، كل ما تزدهر صناعة الطيران، كل ما يبدع الطيار، كل ما يزداد رونقا وتزداد سمعته لمعانا. يعني جميل. الطيارين العرب لا يقلون كفاءة عن الطيارين الأجانب، وخصوصا في يعني في بعض الجوانب الإدارية. لا أعلم، هذا طبعا رأيي الشخصي ولا أفرضه على أحد. نعم. أنه الطيار العربي بسبب الظروف اللي يعيشها وبسبب البيئة اللي يعيشها والمحيط اللي يعيشها، لا أقصد سلبي أو إيجابي. نعم. وإنما كتربية كمنتاليتي كعقلية، يعني تشوفه مشروع للإبداع عندما تتوفر له الفرص السانحة. أيوة. عكس. نعم. الشخص الذي يأتي من بيئة مستقرة طول العمر، هو في بيئة مستقرة، ولما يأتي إلى بيئة أكثر استقرارا، عامل الإبداع ما يكون
طاغي مثل اللي جاي من بيئة غير مستقرة، لأنه مستقر، اللي جاي من بيئة غير مستقرة وتطي. نعم اي يعني هو، وقلت لك انه هو باشن يعني عشق. فلما لما الطيار وخصوصا الطيارين العرب للحصول على شهادة الطيران مكلفة جدا للطيار العربي، فلذلك يعني مثل ما نقول يريد يرجع مصاريه يعني يريد يطلع فلوسه، فهذا ايضا جانب يضيف للابداع. لكنه مثلا في الدول الاخرى المتقدمه انه شهاده الطيران في نسبه كبيره للطيارين لما يحصل على هذه الشهاده، يا اما عن طريق تسهيلات بنكيه، يا اما عن طريق منح دراسيه. نعم. يا أما يعني فيها تسهيلات كثيره، يعني تختلف عن الطيار العربي اللي طالع من بيئه غير مستقره من دولنا العربيه، فتشوفه يعني يكون حافز للابداع. جميل فهذا جدا. بالنسبه رايي، هذا رايي الشخصي انا بالنسبه للطيار العربي، لا يقل عن اي طيار بالعالم. في كثير طيارين. نعم. في كثير طيارين حتى لو تروح للتوب فايف يعني راح تشوف طيار عراقي من الدول او من البيئه الغير مستقره، وتشوفه مبدع في هذه. اذا يعني لربما كابتن نمير نستطيع ان نقيس. نعم. هذا ايضا على باقي المهن الاخرى، بان المواطن العربي مشروع ابداع في حال توافرت له بالفعل بعض الفرص ليثبت جدارته وابداعه. اشكرك شكرا جزيلا كابتن نمير القيسي، عضو هيئه المستشارين الجويين البريطانيين، وان شاء الله ننتظر زيارتك هنا في تركيا على اول طياره بإذن الله تعالى. حياك الله. أنا سعيد جدا بالتواجد معكم. شكرا جزيلا. حياكم الله.